بدي احكي عن الاسبوع يلي بيبدا سبت 21 اكتوبر تشرين الاول وبينتهي جمعه 27 تشرين الاول اكتوبر. شو هني ابرز احداثنا الفلكيه عن هالاسبوع؟ بنشهد هالاسبوع تغيرات كثيره، هي مربعين فلكيين ومثلثين فلكيين يلي بخلي هالاسبوع اسبوع مفصلي وحاسم باثر ايجابا على العالم وعلى مواليد الابراج الترابيه والهوائيه وحتى المائيه. الحدث الأهم هو المثلث الفلكي بين الشمس من الميزان والقمر من الدلو. باليوم التالي بنشهد مربع فلكي ببرج الدلو مع انتقال الشمس للعقرب، وبتكون هيك الشمس انتقلت لمكان حلو وبيكون في حدث مهم بيصب بمصلحة الأبراج الهوائية والمائية. كمان ما بيخلى هالأسبوع من الأحداث مع انتقال الشمس وعطارد لبرج العقرب المائي لينضموا للمريخ، ما يعني بداية مرحلة حلوة من التجارب الكتيرة بالأخص لمواليد برج العقرب يلي بيقعوا تحت تأثيرات المشتري وأورانوس المعاكس من الثور، ما يعني مولود العقرب ما رح يكون بهيدا العام العام المثالي، لكن الأمور العاطفية والمالية رح تكون أكثر مزدهرة ولامعة. بهالسنة السنة الطويلة والمرهقة شوي، لكن بالوقت نفسه بتحمل لك بعض المكافآت إذا أنت اشتغلت منيح. النجاحات والإنجازات رح تكون على الصعيد الشخصي والعائلي، ورح تكون بالفعل رح تكون إنجازات كتيرة. كمان ما في داعي للخوف عزيزي العقرب، لكن بتوجب عليك أنك تتحلى بالموضوعية والحكمة والمسؤولية طيلة هيدي السنة. كمان في عنا حدث مهم وانتقال مشتري للجوزاء الصديق لك، اعتبارا من بداية السنة الجديدة بتحمل لك معاه تقدم ونجاح وشهرة، وبتقدم لك المزيد من الأموال والمكاسب المالية، وبتقدر تحصد النتائج لكافة مشاريعك. بالنسبة لحركة القمر بتسيطر على بداية هالأسبوع أجواء ترابية خاصة السبت والأحد مع وجود القمر ببرج الجدي الترابي بمربع فلكي مع الشمس بآخر درجاتها بالميزان. تنين والثلاثة بينتقل القمر للدلو الهوائي، وبتكون تنقلات ناجحة، مفاوضات مهمة ومميزة، وعلاقات مثمرة لمواليد الأبراج الهوائية. بينتقل القمر الأربعاء والخميس لعند برج الحوت، وبكون عندنا مثلث فلكي مع الشمس يلي اوريدي انتقلت لبرج العقرب، تفتح قدام مواليد الابراج المائيه ابواب النجاح والتفوق، ايام واعده بالافضل. نختم الاسبوع نهار الجمعه مع انتقال القمر لبرج الحمل الناري، ما يعني تقدم وعود وقواسم مشتركه جديده اجتماعيا ومهنيا لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس. بالنسبه لتحركات الكواكب، عندنا الشمس تنتقل نهار الثلاثاء ب 24 الشهر لبرج العقرب، وبتنضم للمريخ وعطارد، ما يعني انه مواليد الابراج المائية سرطان العقرب والحوت رح يكون قدامهم ظروف ايجابية على كافة الاصعدة. الزهرة بالعذراء بتحمل لمواليد الابراج الترابية اجواء عاطفية رومانسية عائلية شهرة مكاسب مالية تقدم ورومانسية ونوع من الغرام. المشتري وأورانوس بالثور زحل بالحوت بسبب أمور طارئة، قلق، تعب، معاكسات، انزعاجات وخلافات وتراكمات بالأعمال والمسؤوليات لمواليد الحوت العذراء الجوزاء وحتى القوس. بلوتو بعده عم بيتنقل بالجدي، وأكيد معيد كبير لمواليد برج العقرب العشرية الأولى، عقبال 100 سنة من النجاح والتقدم بانتظار هالمواليد. سنة مهمة بتحمل لهم الكثير من الحظ والأحداث السعيدة والأخبار الجيدة والفرص الثمينة الممتازة، مدعومين من كوكب زحل ونبتون من برج الحوت الصديق لكم يلي بيسهلكم خطواتكم بكافة المجالات، كان ماليا مهنيا وحتى شخصيا، وبيساهم بازدهار استثماراتك حتى تبني على أرض صلبة كل مشاريعك. كمان بيحمل لك قصص نجاح، فرص، عروض عمل، مشاريع مهمة، سفر، أمور جديدة مهنية على كافة الأصعدة. عاطفيا كوكب الزهرة من برج العذراء الصديق بيأمن لك حماية واستمرار، وبيساعدك على الحصول على اللي بتريده بحياة عائلية أقوى. للمتزوج ممكن يحتفل بولادة طفل بالعائلة، أما العزب ممكن يقع بالحب وممكن أنه يتزوج. ألف مبروك وعقبال 100 سنة يا رب.